انضمام إلى أرسنال قادما من ليستر سيتي. وقالت صحيفة ذا صن إن محرز الذي كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد أن ساهم في إحراز ليستر سيتي للقب الأول في تاريخه وافق على الانتقال إلى صفوف أرسنال دون أن تذكر تفاصيل عن الاتفاق بين الطرفين. توصل برشلونه واتلتيكو مدريد الى اتفاق من اجل حصول بطل اسبانيا على خدمات المهاجم الارجنتيني الدولي لوتشانو فيتو.